خمس اسئله بالهوت فايف. ما فيك تتهربي ابدا من الاجابه. اتهرب من شيء. وبدك تجربي تجاوبيني باسرع وقت ممكن. عندك ثلاث دقائق تعمل هيدا. السؤال الاول لليان نمره. ليان نمره مرقت بظروف اقتصاديه صعبه وما كان معك الا 3000 ليره بجيبتك. اوقات الف هذا. من كم سنه ومين ساعدك؟ مش من كم سنه، كل اربع سنين بمرق بهيدي الفتره انا تقريبا. ليه؟ وبضل اضحك لانه بتكون قاعد بلا شغل وانا ما عندي مهنه ثانيه غير التمثيل، واذا ما اشتغلت ما بعيش، فبمشي حالي باللي كنت مصمدتون، بس يروحوا اللي مصمدتون بصير ناطره. ودائما ليك ربنا اخر دقيقه بشيلك من الازمه اللي انت فيها طالما عم بتضل تضحك وعندك ايمان. حلو. مخبيه قرشك الابيض ليومك الاسود؟ شو يعني قرش الابيض؟ نعم. ما بعرفه. ما في. لا اكيد لا، لا اكيد ما يعني هلا كنا بدنا نبلش نقلع، هلا عم نقلع شوي. ما بدي شيء، انا اصلا ما بدي انه يصير معي ملايين يعني، لا بدي بس كون مستوره باخرتي ما عوز حدا بس. السؤال الثاني يا نمره، شو يلي ممكن يصير ويجبرك تهاجري لاستراليا عند عائلتك؟ انا وصلت مرتين على باب الطياره ورجعت. كان بدك تهاجري؟ ايه كنت فالي، كنت فالي على طول، بس ما بقدر خيي، في شيء بشدنا هون ما بقدر. شو اللي رجعت؟ اذا في واحد بس اذا بدي احس بعد انه اذا بعد بده انطر لي كم سنه والدوله ما تنفذ شو اسمه هيدا ضمان الشيخوخه. نعم. مش بس كفنان، كاي انسان كبير بالعمر تضمن له شيخوخته يفوت على مستشفى باحترام، لا اكيد انا فالي. انا ما بدي اموت على باب المستشفى. انا ماني مجبوره ولا اي حدا يموت على باب مستشفى بقله احترام، مش مجبورين. برافو. السؤال الثالث، غير انه هلا واقف حدي، كم مره دق قلبك؟ انغرمت. هلا انغرمت شو ده؟ بس هلا عم تحرر من السؤال. بلش لي غير واقف. لا ليك انا حب غرام وانتقام وعشق ويا لطيف وبكي ما مرقت فيهم، بس اكيد مرقت بحالات اعجاب. انا بالنهايه ست مثل كل هالنسوان، في اثنين احترق قلبي عليهم، واحد صار حكيم بس لما بعد ما شفته بتلقى. بعد 30 سنة قلت اني عم اتجوزته حرام يعني هرجل لانه هرجل كثير. والثاني حرام عم بحكي ضميري عن جد، ضل سنين حلم حلم يعني من اول مرة شفته. فات على المستشفى كانت امي مريضة، هالترونش كوت وهالشابو وكان بايب وما رح يعرف حاله. فضل 30 سنة ما اجى مثله، ما اجى مثله بس بعد شفته 30 سنة قطع عمري قطع شعمار. السؤال الرابع يلا. يا الله ما اهدر. مين طعمك اكبر كف بحياتك؟ هيك مره بوكس او كف؟ كف حقيقي بدك يعني؟ لا ولا المعنوي يعني. المعنوي ايه، في 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 اشخاص اكلوا ببيتي اعتبرتهم مثل اولادي واخواتي، هني اكثر ناس بينعدوا على الاصابع، هني اكثر ناس ضربوني بوكسات مرتبه من الدومين؟ في من الدومين وبرات الدومين، بس الحلو فيه انه انا ما باخذ الكل بعصا وحده وما رح اقدر اتغير، لو قد ما اكلت بوكسات رح ضل حب ورح ضل عامل مني. برافو. ورافعوا ضميره. السؤال الاخير. شو خير؟ خفت من الموت من اسبوعين أبدا. لما فتت على المستشفى. بتصدق وقلتها لاحد الصحفيين وفكروني شو صار معك على المصبوط؟ لقلك شو، انا ما خفت من الموت، كنت كثير سعيده انه انا اذا هلا متت مبسوطه انه هيدا الجيل شايف انا شو بعمل بعد ديو المشاهير. كان صار لي 10 سنين ما يترابي انه روح من هالدنيا وفي جيل جديد اللي هو الجيل الرابع واخره اول الخامس ما بيعرف انا شو بعمل. فلما هلا المره بتسالني بتقلي على الطريق اولادي بيسالوني شو صار معك من اسبوعين اللي انا مريت؟ انا عملت عارض غريب عجيب، طلع ضغطي وقشط نبضي بنفس اللحظه، وهيدي حسب الحكم او العلم انه ما بضل طيب صاحبه. فحسيت انه طالما انا الله خلصني يعني فبعد في عندي دور بدي اعمله، وانا بحبكم كثير صرت بحب الحياه اكثر.